تسعى أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية إلى اعتماد استراتيجيات وخطط تعنى بالشباب لفتح المجال أمامهم للتعبير عن التحديات والصعوبات التي يواجهونها خلال فترة ابتعاثهم وكيفية التأقلم والتكيف عند الابتعاث. وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة الخليفة المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية، أكدت خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن المجلس الدبلوماسي يهدف إلى تشكيل حلقة وصل بين الدبلوماسيين وخلق بيئة تعاونية تشجع على المشاركة للمهارات والخبرات. المبادرة الأخرى أو الأخيرة اللي أطلقناها هي مثل ما تفضلت المجلس الدبلوماسي، وهي مبادرة تستهدف فئة الشباب من الدبلوماسيين بالدرجة الأولى. نستضيف في هالمجلس نخبة من الدبلوماسيين الشباب، منهم من هو مبتعث في بعثات المملكة في الخارج، ومنهم من انتهت مهمته الدبلوماسية وعاد للعمل في مملكة البحرين. لدينا بكل أمانة يعني في داخل مملكة البحرين وفي خارجها دبلوماسيين نفخر بهم، وهم يشكلون كنز من الخبرات والتجارب، حابين أن يشاركونها مع كافة منتسبي الوزارة. وفكرة هالمجلس تهدف إلى تشكيل حلقة وصل بين الدبلوماسيين وخلق بيئة تعاونية تشجع على المشاركة والمبادرة والتعلم بين الزملاء. فالدبلوماسيين عندهم قصص وتجارب كثيرة ومختلفة، ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية، ودروس ومهارات تعلموها في خلال فترة سنوات ابتعاثهم للعمل في دول ممكن تختلف كثيرا في بيئتها وثقافتها وطبيعة العمل الدبلوماسي فيها.